أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا التجميلية. كثير من الصبايا والسيدات عندهم خوف دائما من التقدم بالعمر. علامات التقدم بالعمر كيف فيهم يعتنوا بحالهم ليبقوا دائما حلوين وصبايا؟ في تقنيات تجميلية كثير حديثة، دائما الطب التجميلي بتطور سريع، نحن بنحاول نواكبه ونسلط الضوء عليه مع الدكتورة نسرين دياب اختصاصية تجميل وعناية بالبشرة. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا فيك واهلا للمشاهدين. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك لي. اهلا. بالبداية خلينا هيك نحكي، كثير من الصبايا اكيد هاجسون الاول انه هن يهتموا بجمالهم ببشرتهم، وعم نشوف الترندات على السوشيال ميديا قديش في عمليات تجميل عم ترجع الفنانات، عم ترجع الصبايا عن جد اقل شيء 20 30 سنه لورا. خلينا نحكي يمكن عن مين بيحتاج تجميل، ابرز عمليات التجميل، ابرز التطورات بعالم التجميل. طبعا لي اول شيء التجميل هو اهم شيء بالنسبه للسيدات مثل ما انت قلتي، وهلا كثير صاير في تطور بهذا الموضوع بمعالجه البشره نفسها، يعني البشره نفسها عم بيكون في تقنيات تجميليه عم بترجع بالسن 20 سنه و30 سنه، وشفنا سالة نصري وشفنا كذا حدا، شفنا جويل. فعم تكون نتائج مبهره للناس. طيب خلينا نحكي عن احدث التقنيات التجميليه، يعني دائما اي دكتور تجميل بالبدايه بيقول لك حاولي تعتني ببشرتك، شويه فيلر، شويه بوتوكس، اخر خيار فينا نقول اجراء جراحي التجميلي. باي عمر انا فيني بلش اجراءات الجراحيه التجميليه؟ واحيانا بيقولوا لك مثلا انه كل ما تاخرتي فيها احسن، لانه بدك دائما تواكبيها، يعني دائما تكوني على اطلاع فيها، ما عاد فيكي تتخلصي منها، بدك دائما تكوني عم تتواصلي بالاجراء التجميلي الجراحي. هي مو الفكره انه نحن لازم نتاخر بالعمر، بالعكس انا بشوف الواحد لازم يبلش بالسن ال 30 يهتم ببشرته ويهتم بجبهته. عم احكي انا هلا بالنسبه للاجراءات الجراحيه، لا الاجراءات الجراحيه يفضل بعد ال 45 بعد ال 50، بس في ناس بتلاقي بتحب مثلا تعمل رفع حاجب ممكن بال 30 35. هلا الاجراءات الجراحيه يعني ما كثير الناس بحبوا يعملوها الا اذا كانت الحاله كثير سيئه. الاكثر بحبوا البوتوكس، بحبوا الفيلر، بحبوا يعملوا الاجراءات اللي بتعمل صغر بالعمر يلي بتحسن البشره بتعطيها شباب. اي هاي انا بفضل بال 35، لانه نحن بال 35 بتبلش عنا مشاكل البشره، بتبلش تطلع التجاعيد يعني بهذا العمر. دكتوره نسرين خلينا نحكي شوي عن تقنيات هي خلينا نقول دارجه، في عالم انه ما بتعرف شو هي، بس انه رفيقتها او قرت عنها على الانترنت فصار بدها تعمل منها. من ابرزها يمكن خلينا نحكي على الخيوط، الخيوط يعني عالم وبحر واسع من الاخطاء، من الدوبان الخيط بقلب الوجه. خلينا نحكي عن هالتقنيه، خلينا نحكي عن كيف فينا نحن يعني نعملها، ليش بنعملها، من الاشخاص اللي بحق لهم يعملوها، وهي الحالات يلي عم تصير، شي بيدوب الخيط بقلب الوجه، شي بيفلت الخيط، شو الخيط، انه وين بنوصل هالخيط، خلينا هيك نحكي عنها اكثر ونحكي عن سيئاتها كمان. اوكي هلا الخيوط هي ميزتها انه هي حل بديل عن الشد الجراحي، يعني هذا الموضوع يعني اي وحده بتجي بتقولي لها شد جراحي ما بتحب الا اذا كانت حاله كثير سيئه، وشد جراحي انت دخلتي حتى ممكن تكون نتائجه كثير سيئه وما ترجع تتصلح، وهي أسوأ شيء عم بتكون بالشد الجراحي انه العين عم تنشد من على طرف للاسفل، فبتعطي شكل كثير غلط. هلا الخيوط انا بدي اقول بالعكس، الخيوط هي احلى وهي امنه اكثر وهي اسهل. هي بتجي شد الخيوط من الراس ولا من هي مو شرط من الراس، هي الخيوط لها انواع، نحن اللي بنعمل له ثقب بالراس هو الخيوط اللي بتبقى من 4 لـ 5 سنين، هي المي ممتصه. بس الخيوط الماصه لا، الخيوط الممتصه فينا نعمل ثقب من عند الاذن من فوق الحاجب باعلى بدايه الشعر، فينا نعمل اسفل الدقن الحناك، فهي المناطق كلياتها هي بثقب صغير وهي بتتدخل ابره وخيوط محرشفه، فهي كثير استخدامها سهل وامنه. وموضوع امتصاص الخيط انه صار في امتصاص هو عادي، الخيط الممتص هو خلال شهر بيمتص الخيط نهائيا، وهذا الشيء بيؤدي لزياده بناء الكولاجين حوالي الخيط،
فبيعمل شد بس نتائجها حلوه ومي مؤذيه، يعني ما عندنا سايد افكت يضايقنا منها او يخوفنا من اثارها الجانبيه، لا بالعكس هي كثير امنه واجراء كثير سهل وبسيط. طيب في بنعمل بتخدير موضعي وحتى غير مؤلم ابدا، وفيكي تعملي يعني احنا فينا نعمل للوش اكثر من 16 خيط. طيب خلينا نفصل اكثر لكل الصبايا والسيدات، لانه مجرد تقولي خيط بقلب الوجه بتلاقي هيك بخوف الموضوع، بس شو المختلف بين الخيوط الماصه وفي خيوط دائمه يعني فينا نقول بتتقسم حسب الجسم؟ بتلاقي في ناس عندها مشكله بالعيون، الحواجب دائما في هدلان هيك بتحسي في عيون حزينه، هون بيختلف الاجراء ولا كله امن لما نقول خيوط ماصه او خيوط دائمه؟ لا شوفي الخيوط قلت لك الخيوط هو اجراء بسيط وامن جدا. هلا انواع الخيوط هي المهمه، نحن عندنا اهم شيء بالخيوط هي خيوط الذهب يلي هي بتجي 24 ايرات وهي قليل عندنا استخدامها بسوريا لانه شوي تكاليفها مرتفعه، بس هي الخيوط كثير بتحفز انتاج الكولاجين وكثير بتكون رائعه وبتشد البشره بشكل كثير حلو. الخيوط نحن اللي منتشره عندنا اكثر شيء هي الممتصه، هي الخيوط المحشفه اللي بتجي بابره، يعني بنقول من سنه لسنتين. من سنة لسنتين الصبية بدها تعمل. هلا نحن فينا نعتمد فيها على موضوع شد الحاجب، شد الجفن، اعلى الخد، مثل ما قلت لك موضوع التحنيك كثير مهمة وكثير الناس بيتضايقوا من التهديل اللي بيصير، فهذا الشيء كمان بخفف منه الدقنة المزدوجة كمان بخفف منها الخيط، فيعني هو كثير حلو حتى للشد الرقبة ممكن نعمله. تمام. بس آمن جدا يعني. خلينا نروح إلى العمل الجراحي ونحكي عنه أكثر، يعني خلينا نحكي عن مداره للبشرة. كثير من السيدات ممكن بتخاف من عمل جراحي كامل بكامل أجزاء الوش، ممكن هو المتعارف أكثر هو عند الحنك أو الأذن، شوي عند الجبين بلاقوها انه بتخوف او صعبه. خلينا نحكي اذا تم الشد من ناحيه واحده او من جهتين في الاسفل فوق، نحن ما في حلول بديله، ما في كذا، خلينا نحكي عن التقنيات يلي نحن لازم نعرفها، الدكتور لازم يخبرنا عنها، وكيفيه العمل الجراحي للوش لحتى ينشد كله سوا. في الشد الجراحي أنا برأيي هو أهم شيء الواحد يختار المريض الصح لإله، مو الكل لازم يخضعوا لموضوع شد جراحي. أنا هلأ بيجي لعندي على عيادة صبايا بعمر ال 25 وبال 30 خاضعين لتقنية الشد الجراحي، بيعملوا شد جراحي مشان شو؟ مشان العين إنه تصير شكلها تعطي شكل الكات. أول شغلة هي عم تعمل ندبات، ثاني شيء ممكن يصير لإلها آثار جانبية إنه العين تبطل تسكر، يعني خاصة إذا أعمار صغيرة لازم نحن لما نخضع لشد جراحي وخاصة للوجه لازم يكون في ترهل بالجلد، لأنه هذا الجلد بده ينشال وبده ينقص، ما بصير نحن نجي نشد جلد هو ما فيه ترهل، فهن عم يعملوها بسن صغير وعم بيلاقوا عليها كثير آثار سيئة أو أكثر تأثيراتها السيئة عم بتكون على شكل العين. العين عم بيصير شكلها مو صح، يعني أنت لما بتمسكي العين بتشديها للأسفل على طرف وما في جلد مترهل ينشد، فالعين غير انه بتفتح عم تعطي شكل سيء كثير، بتعطي شكل مو حلو. لا الجراحه حلوه بس عن جد للاعمار الكبيره فوق ال 50 اللي عندها ترهل كثير، لما بتعمل شد جراحي بيطلع كثير حلو، الشد الجراحي طبعا بيكون يعني بيكون على هي المنطقه كلياتها او منطقه ال يعني فينا او اعلى الراس فينا منطقه او منطقه ولا لازم كل هلا لازم يكون في تناظر، يعني انت لما بتاخذي من منطقه من الوجه ما بتصير تشدي منطقه واحده، لازم تاخذي التناظر لها النظير لها مشان ما يطلع الشكل غلط. هي الفكره ما حدا يخضع للشد الجراحي باعمار صغيره. في كمان شغله عم بتصير عند كثير صبايا لازم ينتبهوا عليها، موضوع الترهل اللي عم بيصير بالاعمار الصغيره، بيعملوا حقن شحوم ذاتيه بالوجه، حقن الشحوم كثير بيعمل ترهل لما بيتكرر، لانه الواحد لما بيصير عنده وزمه بعدها بيرجع جلد بيرخي بعدها بيصير وزمه كثير، هذا الشيء بيؤدي لترهل الجلد، فانا عم شوف كثير صبايا عاملين اكثر من مره حقن شحوم ذاتيه، بعد مرتين ثلاثه بروح على الدكتور بصير ترهل بيقول لهم خليني اعمل لكم شد جراحي، بيكون اعمارهم صغيره. هذا الشيء كثير غلط، وكثير انا عم بلاقي شكل مو حلو عم برجع بحاول صلح لهم بالفلات. حقن الشحوم الذاتيه بتكون كبيره لهيك بتاثر على الوجه ولا؟ طبعا لما بتنعاد هن بيعيدوها مرتين ثلاثه، حقن الشحوم الذاتيه انت ما فيكي تتحكمي بالمناطق يلي بيدوب منها، فهو تركيزه اكثر شيء بيكون بمقدمه الوش حوالي الانف
تحت العين بصير وزمات، فبيرجعوا بيحقنوا مره ثانيه شحوم مشان يرجعوا يحصلوا خدود. هو بالحقيقه الخدود والحنك انت ما بتحصليها غير بالفيلر. الفيلر هو اللي بيعطيكي هذا الشكل المرسوم يلي نحن بنشوفه على الممثلين وعلى المطربين، هو بس الفيلر. طيب خلينا نحكي، قلتي قد ما في الواحد يتاخر بالعمر لعمليه شد الوجه، يعني قلتي فوق الخمسين نحن عم نشوف حتى المشاهير يعني فوق الأربعين اعمار صغيره عم تقوم بعمليه شد الوجه، هذا الاجراء التجميلي الجراحي، باي عمر بتنصحي السيدات؟ وبنفس الوقت لما نقول اجراء عمليه شد وجه جراحيه كل قد ايه بصير بقى الواحد بده يعملها؟ لانه بنشوف مثلا لا خلص بدها كل فتره ترجع تعملها السيده بما انه بلشت فيها. هلا شد الوجه الجراحي بتوقع يعني 5 سنين 6 سنين، اكيد مو كل سنه يعني 5 سنين او اكثر، حتى ممكن 7 سنين ياخذ وقت يحافظ الواحد فيه. هلا بالنسبه للمشاهير يلي عم يعملوا هاي التقنيات، بدي اقول لك انه هدول عم يعملوا تقنيات كثير حديثه وكثير متطوره ومي عنا، مي موجوده عنا بسوريا. يعني هلا هوليود ليفتنج اللي عملتها جويل، نحن ما عندنا اياها هاي العمليه، يلي هي من نصف الراس بيعملوا شق جراحي، وبعدها بصير بيقولوا انه الشد الجراحي للاعلى افضل من الشد الجراحي على طرف، نتائجه بتكون احلى وافضل وبصغر بالعمر اكثر. لا انا ماني يعني انا اللي عم شوفهم اللي عم بيراجعوني بحالات الشد الجراحي عندنا الندبات كثير سيئه، كثير عم بتكون كبيره، الندبات عم بتكون بحافه الوجه كثير سيئه، وكثير عم بيعالجوها بالفيلر، بحقن الفيلر وحقن ميزو وحقن لمده سنه وسنتين لحتى تروح الندبات، فما عم بتكون هالعمليات الواو، لذلك انا بنصح باعمار اكبر يعني بالخمسين. نعم، يعني ما في احلى من الجمال الطبيعي، فينا نضيف شويه لمسات واهتمامات خاصة يمكن بهي الظروف يلي عم نمرق فيها، مثل هيك عمليات هي مكلفة جدا جدا جدا. دكتورة خلينا هيك نحكي بالختام، مع تغيير الفصول هلا قديش مهم انه نحن نهتم ببشرتنا، حتى لو مكتئبين نفسيا رح يطلع هذا الشيء على بشرتنا، لما نشوف كثير مننا اصلا هيك بشرته تعبانه لانه في تغيير فصل. هي خلينا نحكي النفسيه قد ايه بتلعب دور بالبشره، وقديش اليوم نحن لازم بكل تغيير فصل نهتم نعتني ندللها لبشرتنا مشان ما نوصل لمرحله ما فينا ندفع مصاري لحتى يعني يكون عندنا رونق وجمال. انا دائما بنصح بموضوع العنايه اليوميه، العنايه اليوميه مو انه انت تحطي غسول ومنظف لبشرتك ابدا، العنايه اليوميه انه انت تعملي مساجات، تحطي زيوت، الزيوت كثير مفيده للبشره ونحن ما بنهتم فيها ابدا بمجتمعاتنا. المساجات الدائريه للوش كثير بتعطي رونق وكثير بتحسن الترويه الدمويه حتى بالبشره وبتخفف كثير من اثار التجاعيد. هلا من التقنيات اللي كثير حلوه اللي كثير مشهوره هلا هي ابر البروفايلو. ابر البروفايلو هي الابر اللي بتنحقن بعشر نقاط بالوش، هي ممكن ترجع لك عمرك 5 سنين و7 سنين، وبتعطي درجه ترطيب كثير عاليه، فاللي قادره تعملها كل سنه كل سنتين مره كثير بتمنح ترطيب لبشرتها. هلا بالنسبه لموضوع النفسيه والزعل، اكيد كلياتنا بنعرف الزعل قديش بيأذي العيون وقديش بيأذي البشره، يعني دائما الواحد بده يحاول يدلل حاله ويحب حاله دائما. يعني بهي الطريقه بس انت ممكن تخففي كثير من المشاكل اللي ممكن. طيب تقشير الفريكشنال اذا بدنا نقول فصلي، يعني بتفضلي فيه مثل مع بدايه الشتاء التقشير الخفيف للعنايه بالبشره، او بنهايه الشتاء يعني مره كل سنه او مره كل 6 شهور؟ انا التقشير الفريكشنال كثير انا ضده وكثير ما بحبه، الا اذا كانت حاله كثير سيئه وندبات حب شباب كثير قاسيه فالواحد يلجا له بفصل الشتاء. التعرض للشمس مقدار 5 دقائق بس خلال عمليه تقشير الفريكشنال يلي هي بتبقى 20 يوم ولازم تنعاد جلسه، تنعاد بعد 20 يوم، هي كفيله لانه انت تاخذي مداره، تاخذي مدار الشمس. يعني شو ال5 دقائق؟ الواحد بيفكر انه انا ايه ما عم خلي الشمس تشوفني، بس هي ما لازم الشمس تشوفه ابدا، فلذلك ما لازم ينعمل بالصيف بس بالشتاء. وغير هيك انا عم لاحظ كمان قصه، كثير بنات بيراجعوني بيقولوا لي نحن عملنا 3 جلسات تقشير دكتوره و4 جلسات تقشير وصار عندنا حروق، شلون بدنا نروحها؟ يعني هو لازم بس جلستين ينعمل وبس بالحاله الضروريه. التقشير مو شيء منيح، في قاعده بتقول لك التقشير هو اقرب طريق للشيخوخه، هي قاعده تجميليه. فالتقشير الفريكشنال بحالات الندبات الشديده،
حالات التصبغات الكتير سيئة يلي ما كانت تروح على الأدوية أو على المعالجات. لا، الواحد يعتني بجمال بشرته وبنضارته وبحيويته ويلجأ للأشياء اللي بتعطي شباب للبشرة أهم بكتير من التأشير. نعم دكتورة نسرين دياب، نحن كتير بدنا نتشكرك، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها وعلى يمكن الملاحظات يلي لازم الصبايا ينتبهوا عليها. شكرا كتير شكرا لك دكتورة.